workout. The workout is thrilling. الاستفادة من هذه الدورة تطوير مهارات المدربين داخل الدولة والتعرف على التدريبات الحديثة والجديدة رياضة المويتاي. السيمينار هو دائما يعني بيعطي شغلات جديدة للمدربين وللاعبين وبيزيد من خبراتنا، واليوم نحن يعني اكثر شيء استفدنا منه وجود المدرب اللي جاي لعنا ووجود المدربين التايلنديين والاتحاد الامارات اللي مأشرف على هذا الموضوع تحت رعايته. يعني الأشياء المهمة جدا إنه ما أستخدم قوتي، أستخدم استراتيجية المواي تاي في الحركات، كيف أدمج بين البادي موفمنت والفوت فور، كيف أتحكم بقوتي، كيف تستخدم قوة الخصم ضده. الحصة اليوم كانت جد رائعة، واستفدنا فيها وتعلمنا وايد أشياء جديدة، وشكرا كثير لاتحاد المواي تاي أعطانا الفرصة هذه، أتشكر. Thank you, Abu Dhab, for being come here, Abu Dhabi. I'm so happy for see a big team from UAE. I think next time we have very strong fighter, have to trainer, take care. I think big soon, number one soon. I'm so happy for come here. Thank you so much for take care. Abu Dhabi.